ماتيا كاساني اخرجها للركنيه، تنفذ مره ثانيه الركنيه بالراس، وجول وجول جول ليلي دومبروزيو، يفتح مجال التسجيل للانتر في القائمه الثانيه، واول اهداف هذا الموسم من كره ثابته دومبروزيو وحده، خطا فادح في دفاع الصم، الضربه الاولى بالراس اخرج دومبروزيو لوحده في القائمه الثانيه، يسجل الهدف الاول في الدقيقه 23، خطا في المراقبه والمتابعه يكلف الصم غاليا، وهدف لصالح الانتر. السامدوريا ضاغط ومسيطر ومستحوذ، والانتر يسجل جول في جيوسيبي ميازا، انتر ميلانو على سامدوريا متفوق بفضل دومبروزيو الذي يسجل اول اهداف هذا الموسم مع فريق انتر ميلانو، المدافع القوي الذي يلعب اليوم في الجاتية اليسرى في موسمه الثالث مع الانتر، هو اول اهدافه مع انتر ميلانو في ثلاث مواسم، اول اهدافه في الدوري طبعا. الحكم احتسب في نهاية المباراة المطاف ركنية لصالح ايفان بيريسيتش، الوقت مر بسرعة، بيريسيتش في القائمة الثانية، ميلو جول، اوبا با 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 جول، الكرة لم تدخل والحكم قال جول 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 جول. اين هو دفاع سامدوريا في الكرة الثابتة؟ يفعلها للمرة الثانية الانتر، من سجل هذه المرة؟ او جواو ميراندا ام بامبيا بياني، جول ثاني للانتر في مباراة صعبة وفي ظروف صعبة فعلها الانتر. اوبا بابا دخلت الكرة، نعم دخلت الكرة، التثبيت الضربة بالراس عن طريق جواو ميراندا، يسجل اول اهداف هذا الموسم مع الانتر، وكأن مباراة اليوم هي مباراة اول الاهداف للمدافعين بعد دانيلو دومبروزيو، جاء دور جواو ميراندا بعدما رجع الكرة من هناك فيليبي ميلو في القائمة الاول. يا سلام على الكينتر، يا سلام على الانتر في الكرة الثابتة، جواو ميراندا يسجل جول ثاني لانتر ميلانو، هو اول اهداف جواو ميراندا مع الانتر. نعم نعم نعم، دانيلو دومبروزيو هو اللي بلع على الجهة اليسرى، تلعب الكرة بينية لصالح عناصر فريق سامدوريا، سوريانو في وسط الميدان، طلبها ماتيا كاساني على الجهة اليمنى، تروح مباشرة لميريال، ميريال لم يمر ولا انت رقم ايكاردي، راح ايكاردي، راح راح ايكاردي، كرة صعبة، با 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 جول 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 جول، استلمها ايكاردي، انطلق ايكاردي، توغل ايكاردي وسدد ايكاردي وسجل ايكاردي الجول الثالث للانتر. يا سلام، عند الدقيقة 73 فعل الارجنتيني وسجل هدفه الحادي عشر هذا الموسم، راح ايكاردي راح ايكاردي راح، جول لإيكاردي هو الثالث للانتر، في الشوط الثاني كان رائع من الانتر، فعالية كبيرة، ثلاث فرص هدفان سجلها مع الانتر في هذا الشوط الثاني. يا ميريال، ماذا فعلت؟ ضاعت الكرة، استلمها إيكاردي من أمام رانوكيا، رانوكيا يعرف إيكاردي جيدا ويعرف بأنه إذا انطلق وتوغل أمام الحارس سيسجل، باليسرى سجل إيكاردي جول ثالث للانتر، 3-0 صارت النتيجة، قضي الأمر. سامدوريا أبدع في الشوط الأول، الإنتر أبدع في الشوط الثاني، جول ثالث للإنتر، وكأن حضور مورينيو كان فعل خير.